كل غلطة وليها تمن. ماشي يا باشا، نتمن الغلطة وندفع التمن. خلاص، من النهاردة ابن أختك ملوش في التجارة بتاعت أبوه. يعني إيه؟ مش فاهم يعني إيه؟ يعني الواد لا هيشوف الذهب ولا هيلمسه بإيديه. ماشي سعادتك. والشغل اللي اتخلط بشغل العطيفي هتتحسب نسبته قد إيه، وهيتخصم على سيد جوز أختك لمدة سنة. سنة يا باشا؟ بس ده كتير يعني، الضربة جامدة عليه يا باشا. الضربة دي مش هتصلب حيله ولا بعد 3 سنين. يتصلب حيله بعدين أحسن ما يتهدد دلوقتي. ماشي يا باشا، اللي تشوفه سعادتك. السلام عليكم. مهدي. أيوة يا باشا. السبحة بتاعتك يا باشا دي. ماشي يا باشا، جميلك في رقبتي. سلام. زكريا، كلم الشيخ العطيفي وقول له زين العطار حكم في موضوع سيد حماد والحكم نافذ. هو حضرتك عايزني اشتغل في ايه بالظبط؟ زين العطار مين يا ابني اللي بيتاجر في السلاح؟ انت كده بتتهم واحد من اهم رؤوس الاموال في مصر. في ناس كتير عاوزة توقع الراجل ده. أنا عارفه كويس، عارف إنه راجل محترم وراجل نظيف. طلع الحاجات دي من دماغك، بدل ما تفكر فيها خليك في شغلنا، عندنا بلاوي متلتلة. أنا مش فاهم، هو الراجل ده عامل غسيل مخ البلد كلها ولا إيه؟ يا باشا يعني أنت عايز تفهمني الفلوس دي كلها جاية من إسرائيل والتصدير؟ آه طبعًا، هات لي حاجة في مصر كده ما عليهاش اسم زين العطار. يا ابني ده بيشتغل في كل حاجة من الإبرة للصاروخ، يعني ايده طايله في كل حاجه. وبعد كده الكلام اللي انت قلته ده دلوقتي ده يعتبر اتهام صريح من غير دليل، يعني قال ممكن اتجازيك عليه. انا اسف يا محسن باشا، بس مفيش حد فوق القانون، وانت لو اديتني فرصه اثبت لك ده بنفسي. انا جاي لي معلومه مؤكده بتقول ان في عربيات محمله سلاح وداخله عن طريق الصعيد وهتنزل في مخزن زي العطار. كله عايزه من حضرتك تصريح عشان اروح اكبس عليهم. تصريح ايه يا ابني وكلام فاضي ايه؟ قلت لك مليون مره يا يوسف ما تعتمدش على اسم والدك سياده اللواء. سياده اللواء لو عرف اللي انت بتعمله ده اكيد هيزعل منك وهيتضايق. عشان كده ما تتهمش الناس المحترمه اتهام جزافي من غير دليل. ها عملت ايه يا ضبع؟ واضح كده ان زين العطار وصل لمحسن بيه قبلينا. انا هروح المخزن وهقفش العيال دي وهعمل قضيه ولو فيها موتي هتيجي يا ابني؟ انت كده كده ابوك لواء هيسندك، يعني لو حصل اي حاجه انا اللي هروح في الرجلين. ما انت عارف. ما تقلقش، وبعدين انا مش هزعل لو ما جتش. مش الفكره يا يوسف، انا بحسب حسابات لحاجات كتيره. بس بقول لك ايه، هي موته ولا اكتر؟ يلا بينا. يلا. يعني هو بجد ما قالكش عايز ايه من اياد؟ ما هو لو قال لي يعني هخبي عليك ليه؟ ما دام ابوكي قال عايزه لوحده يبقى عمل مصيبة. أمال مراتك هايدي فين؟ هقوم أشوفها، بس أأمن على الرجالة الأول. عن إذنكم. عبد الله ابن عمك ده مش مريحني خالص. بقول لك إيه يا عيش؟ هي مرات عمي بتبص للليت ده، مش عاجبها ولا إيه؟ أنا ما أعرفش إحنا ضيوف ولا أصحاب بيت. أصحاب بيت يا عبد الله، أصحاب بيت. استهدى بالله ده. يا رب عدي اليوم ده على خير يا رب. طول ما احنا ساكتين مش هيحصل خير. وكانت بنت البشوات ما تعرفش الاصول نعرفها لها. هي عمتي فين؟ امي جوه قاعده مع ابويا. بت انت يا بت، مالك يا اختي قاصحه كده؟ في ايه؟ مش شايفاني ولا سامعاني؟ روحي امشي يا بت، جيبي لي حاجه اشربها وجيبي له حاجه يدفعها. هم يا اختي. ايه يا زينب؟ ايه مش عاجبك يدفعها؟ لا بتعامليها وحش يا اخوي. عاجبك الشوكولاته قوي يا حنين انت؟ ليه من بقيت عيلتك ولا ايه حكايتك بالظبط؟ اسمع اما اقول لك، انا ما ابتديتش معاها، هي اللي ماشيه كده ولا كانها شايفاني ولا سامعاني، بيعاملونا زي الاغراب. افهم بالراحه، حد يسمعنا؟ ما يسمعوا في ايه؟ اسمع اما اقول لك، انا ساكته غلب ومخنوقه كده كفايه انت علي خانقني خنق السنين كلها. اسمع اما اقول لك، انا ليا في البيت ده زي ما هو ليه، واذا كان هو زين
اني زينين زينب زايده به فاهم؟ نقعد برا. لا ما نقعدش. لو زين خرج يعني يلقانا. خايف منه ولا ايه؟ لا مش خارج. بقول لك ايه، ما توجعيش دماغي، مش معنى انه كلمك يبقى بيحن او ندمان. ممكن يكون بيقلب في الموبايل شاف اسمك، فتح الواتساب شاف صورتك، افتكر حاجه لطيفه. افتكر حاجه لطيفه. بقول لك يا علي، الكلمتين دول مش لاقينها لحته الشياكه دي فعلا. ما اقولكش. بقول لك ايه، ايه الواد سمير الرايق ماله من ساعه ما قعدنا وعينيه ما نزلتش من عليك. ما تيجي نشجر عليه في الفريند زون بتاعك ده؟ يلا بينا. يلا بس عجبتك الحته القطيفه دي؟ بس حبيبي بس. مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجه يا حبيبي، وحشتني. بس وحشتك. ما انا على طول قدامك، يعني ما بتختاريش غير الوقت اللي فيه ناس. انت على طول وحشتني. طيب ما تيجي نسيب الحفلة ونطلع نشوف الموضوع ده. ايه كسفي. طيب وخليني اشوف حل بقى ماشي الناس دي بسرعة كده واجيلك. أظن كده أنت عرفت كل حاجة. بس هو ليه حضرتك سبتني قاعد في القعدة دي؟ أنت من أول ما دخلت بيتي وأنا خلاص بقيت أبوك، وبعتبرك واحد من ولادي. وبعدين أنت هتشتغل معانا، لازم تبقى عارف أنت داخل على إيه بالظبط. إحنا ما عندناش أسرار بنخبيها، وأنا عيالي لازم يكونوا ماسكين إيدين بعض وظهرهم في ظهر بعض. لا يا سلمى، شانت كمان. يا زكريا صالح جه. ياسمين حاده. صالح وصل. هو انا ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ ليه صالح دايما بعيد عن العيله؟ وحشني يا صالح كل ده. وانت اكتر. ايه هاي ازيك؟ عارف حاج صبري؟ كل المطربين اللي كلمتك عنهم دول عادوا عليا في الهواء. ولو طلعت الصور هيستخاب الالبوم. يعني اللي كان يجيك تصوره؟ لا مش صور يعني، كان بعمل لهم سيديهات. بس انا بقى انت عارف الرايق، ما احبش الاذيه. الله يكلمك زين اخوك زين.